الكرنك، معبد الكرنك أكبر المعابد المصرية وأهمها، سميها المصري القديم باللغة المصرية القديمة إبت سوت، اللي معناه البقعة المختارة لعروش أمون. لعروش أمون كرس المعبد لعبادة الإله أمون رع ثالوث طيبة مع موت وخنصو، وبيتكون من مجموعة من معابد وعناصر معمارية شيدها ملوك مختلفين من مصر القديمة، بداية من عصر الدولة الوسطى لحد العصر البطلمي. بيحيط بيه سور ضخم من الطوب اللبن، وبيتقدمه مرفأ جهة الغرب. وحديثا تم الكشف عن حمامات بطلمية ورومانية قدام الصرح الأولاني. بيضم معبد الكرنك معبد الإله موت، اللي ممكن نوصله كمان من خلال طريق كباش الشرقي من الصرح العاشر لمعبد الكرنك. وبيحيطه من الشرق والجنوب والغرب البحيرة المقدسة. المعبد كان مكرس للإلهة موت زوجة أمون رع وأم الإله خنصو، وشيده أمنحوتب الثالث، وضاف لي الملوك عدة إضافات لحد عصر البطلمة. والمعبد بيضم جوه أسواره معبدين صغيرين، الأولاني كرس الإله خنصو وبيرجع لعهد الأسرة الـ18، والتاني لعبادة الإله أمون رع وبيرجع لعصر رمسيس الثالث اللي هو آخر الفراعنة العظام. بيبتدي المعبد بصرح وبعدين فناء، في عدة تماثيل للإلهة سخمت اللي بتصور على هيئة سيدة برأس الأبقى، وهي صورة من صور الإلهة موت. وبعد كده بنوصل لفناء تاني، فناء أعمدة تاني، وبعدين صالة الأساطين اللي هي صالة الأعمدة يعني، بيليها قدس الأقداس.